الحضور الكرام، لقد حرصت الدولة أيدها الله على أن يكون هذا المركز هو الجهة الوحيدة التي تستلم التبرعات الإغاثية والخيرية والإنسانية الموجهة للخارج، سواء كان مصدرها حكومياً أو أهلياً من المتبرعين من أهل الجود والخير، وبالتالي تسليمها وتنفيذها من خلال شركاء موثوقين وبآلية رقابة ومتابعة دقيقة وبتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية المتبعة لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً وفق المبادئ الشرعية والإنسانية، وإيماناً من المركز بالدور الحيوي للمشاركة المجتمعية في العمل الإنساني، لكونها ركيزة مهمة يعتمد المركز عليها لتمكين المتبرعين للخارج من توجيه عطائهم وصدقاتهم وزكواتهم من خلال آلية آمنة موثوقة بالتكامل مع منصة إحسان والشراكة المهمة مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، والتي نسعد اليوم بتوقيع اتفاقية استراتيجية معها. ومن ثم فإن تدشين حملة تعرف وساهم يأتي ترجمة لهذا النهج القويم والشفاف الذي دأب عليه المركز منذ إنشائه، والذي استطاع من خلاله تنفيذ عدد 1556 مشروعاً إغاثياً بمبالغ تجاوزت 5 مليارات دولار أمريكي، استفاد منها إحصائياً وفق المعايير الدولية أكثر من 513 مليون شخص حول العالم. نفذها المركز بشكل مباشر أو من خلال شركائه بالدول المستفيدة وفقاً لضوابط رقابية وتقييمية محكمة ومتابعة مستمرة من المركز. أصحاب المعالي والفضيلة الحضور الكرام، إنني أؤكد لكم أن المركز يعد الجسر الآمن الوحيد الذي ينطلق منه أهل البر والإحسان للتنافس في ميادين الخير الموجهة للخارج. ليسعدني أن أطمئنكم بأن لدى المركز حزمة من إجراءات الحوكمة والشفافية التي تضمن لتبرعاتكم الوصول إلى مستحقيها بشكل موثوق وعاجل ودقيق، وأن للمتبرع الحق في تحديد المشروع الذي يرغب في تنفيذه والشريك المناسب الذي يطمئن إليه، كما أن مبلغ التبرع سيخصص كاملاً للمشروع دون استقطاع أي رسوم إدارية.